ماشي. ودلوقتي انت بسم الله ما شاء الله دلوقتي معانا 15 عيل. الحمد لله اللهم صل على النبي. وانت اللي جبت له العشرة وزوجتك الثانيه جابت الخمسه. جابت خمسه. انت معاشره وهي مفاجاه. انت عايزه ايه بقى؟ انتوا 12. الله يرحمهم اثنين. الله يرحمهم اثنين. اه. و10 باقيين. و10 باقيين. عايزه بنت. وعاوزه بنت. بسم الله ما شاء الله. شوف يا دكتور افهمني. قول يا دكتور افهمني. دكتور افهمني. تحت امرك. بنتي الحين رابع جامعه. نعم. فمسكينه ما عندها اصحاب ولا عندها اخوات ولا وحيده. ما شاء الله. فالصغيره الحين عمرها 3 سنين. ما ابغى تعيش الماساه اللي عاشتها مرامي. المأساة. يعني والله يا دكتور احنا هو بيته ما شاء الله تبارك الله عنده يعني اخواته 10. احنا من اخواتك 10؟ اه البنات. اه انتوا منين؟ انتوا منين؟ انتوا من السعوديه؟ اه ما شاء الله. فاولاد عمي ما شاء الله تبارك الله واخواتي رب الفلق ما شاء الله واخواتي اكثر البنات. انت تصوري يا بس فالبنات بتصورنا انا بتصوروش انت. اه فاخواتي 7 بنات. آه. الوحيده انا اللي جايبه ما شاء الله هذا الاولاد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الله يحفظهم. وغلبوني الدكتور عن جد. جيتها قبل كده؟ انا جيت الدكتور اللي قلت لك كان عندي الانابيب مقفله فكنت بسوي بس الحين ابغى حق المجهري لان العمر جالس يسرقني. عايزه حق المجهري؟ اي والله. ومعك 10 عيال يا دكتور. انا لما ادخل الانستغرام روحي برا. لا يا دكتور الله يسعدك روحي برا. انا جايبه ايوه. طيب ما هو دلوقتي ما هو انت دلوقتي انت بسم الله ما شاء الله انت دلوقتي هتصرف على 15 عيل. لو خدت توأم في الحقن المجاري او رحنا ضاربين ثلاثه انا دلوقتي اثنين اشغلهم في اثنين نوادي يلعبوا كوره تجاه يلعبوا كوره. اه يخشوا كوره فانت فريق انت تفتح فريق لوحدك. بسم الله ما شاء الله لازم رب الفرق ده بيدخل الجنه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يدخل الجنه باذن رب العالمين. دكتور شجعي دكتور انت حطمتوني. انا جايباها العافيه. حطمتي يعني كده هنحطمك؟ ايوه انت حاطه نفسك كده. انا جايباها بالزور. انا جايباها بالزور. بالزور بالزور يعني ايه؟ بالزور يعني الله يخليك الله يخليك بالزور. انت واثق انك سعودي شكلك مصري جدا يعني شكلك تماما مصري ماشي. طب وانتوا دلوقتي يعني انت وضرتك ما شاء الله انتوا كده يعني طب هي معايا 5 هي كمان عايزه توصل 10؟ لا خلاص هي قفلت. هي قفلت. انت اللي انت لسه هي قنوعه بس انا لا وعاوزه اداء. هي مو مجبوحه وهي الثانيه هي هي اللي بعد هي اللي اصغر مني بس. أوه. انا الكبيره فبلحق عمري على طول. انت بتلحقي على طول. والله هو المفروض يراضيني صراحه ويراضي شعوري. انت عارف الدكتور حتى كلهم يقولوا لي عماله بتجيبي في الاولاد في الاولاد في الاولاد. الحمد لله انا هذا شيء جارحني كمان. جارح انت مجروحه دلوقتي عشان عندها اولاد. والله مجروحه والله. فانا الدكتور عايزه تجيب بلاستر بلاستر مجروحه عشان عندها اولاد. حتى عندها اولاد مش بنات. ايوه عشان كده. والله حتى احلامي احلامي. انت ست جميله نفسك في بنوت عشان تدلعيها. يا دكتور ايوه. معها 8 معها 8 اولاد واثنتين بنات ما شاء الله. بس الفرق شاسع. شفتها رابع جامعه. فانت نفسك بقى ببنوته صغيره. فانا بقى يكونوا سؤال رفيع. ايوه سؤال رفيع. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديكوا الصحه وتطعم. اما يعني انت لما بتيجي تطبخي ل 10 عيال يا كبير جدة كبير مزوج مخلف. انا ما بعرف ولا دي اقولها ما تخلفيش لان انا اخلف عشان ما يضحكوش عليا. يعني انت جدة؟ انا جدة. بسم الله ما شاء الله. يعني انت بتخليهم هم اللي يطبخوا؟ لا والله انا بدلعكم. انا العماله ده هو ده استغلال العماله. دي بقى الطاقه البشريه والموارد البشريه. صلى على النبي. يعني انت المصحى الصبح اطبخوا يا اولاد ولا انت بتطبخي لهم؟ اسالوا والله انا طبيخه. انت طبيخه؟ والله يا دكتور انا عملية عمليه ماشي. والله العظيم لك صينيه مكرونه بشاميل. صينيه مكرونه بشاميل ماشي. ده كلام جميل قوي. خلاص احنا انتوا ساكنين بقى فين في السعوديه؟ ستك اه في جده. في جده. خلاص احنا نجي لكم جده وتعملوا لنا وليمه. والله لا مع الاولاد. انا هروح اكل مع الاولاد. خلاص احنا نجيب توأم ونقوم رايحين مع الاولاد. كلنا مع الحاج محمد واحفاده. اولاده واحفاده. وضرتك مش هتزعل؟ هتغير هتقول لك انا عاوزه اتنين كمان. ما اعرفهاش مش عايزه اشوفها. مش عاوزه اشوفها. مش عايزه اشوفها. يعني احنا هي لو غارت بقى الثانيه دي انت هتروح بقى معايا برضه؟ مش مشكله. مش مشكله. مش مشكله. خليها. هتعمل ايه؟ انا اللي هشيل. خليني في اولها بعدين الثانيه. ربنا يبارك ان شاء الله يا رب ويوسع عليكم ويزيدكم يا رب ويديكم صحه وعمر
واحنا فخورين بيكم والاخوه السعوديين عزوه عزوه انتوا اللي بيكم احنا سعداء بيكم جدا جدا ان شاء الله يعني ربنا يجعلنا سبب نحقق حلمكم يا رب اختار لك بنتين ونزرعهم ثلاث بنات لا خلينا بنتين وتكملي الدستة وانا جايبكم اعمل لكم وليمه بقى خلاص نعمه احلى وليمه باذن رب العالمين ربنا اوديك عمر كمان أستي وأنا جاي أعمل عمرة لوحدها وجاي أعمل إن شاء الله إذا ربنا على بيتي ربنا يوفقك.